هذا المثال اللي نفذناه حاليا احنا شباب هو يسوي عداد من 1 إلى 10، واكيد شفنا بعد التنفيذ انه العداد مالتي راح يكون 1 2 3 لحد 10. اذا العداد راح يزيد 1 1. في حاله انه ردت اسوي العداد مالتي يزيد 2 2 او 3 3، بهذه الحاله لازم اتلاعب بالفور مالتي. الفور اذا ما تلاعبت بيها راح اسوي عداد 1 1، بس اذا تلاعبت على الفور راح تزيد مثل ما انا اتلاعب فيها. يعني مثلا انا من اجي الكود مالتي دبل كليك على الكوماند واجي مقابل الفور اقول له ستيب 2، ها بهذه الحاله راح يزيد 2 2. اذا انا من اجي اخذ الارقام الزوجيه لازم شو اسوي؟ ازيد 2 2. بس بهذا المثال مالتي من اجي انفذ حاليا راح شو يسوي؟ راح ياخذ الارقام الفرديه، ما راح ياخذ الارقام الزوجيه. ليش؟ لان انا بادي من الواحد، اذا راح يطبع الواحد ويزيد 2 3 ويزيد 2 5. اذا حتى اطبع الارقام الزوجيه لازم ابدي من الصفر او ابدي من الاثنين، من الصفر او من الاثنين. بما انه انا قايل بالمثال مالتي او السؤال مالتي اطبع لي الارقام الزوجيه من الواحد للعشره، اذا انا راح ابدي منين؟ من الاثنين، لان اذا قلت له صفر راح ينزل الصفر وانا الصفر ما اريدها. اذا بهاي الحاله العداد مالتي راح يكون من الاثنين. بما انه يكون من الاثنين اول قيمه راح يطبعها قيم 2، بعدين 4، بعدين 6 وهكذا. اذا من اجي انا انفذ او اعطي تنفيذ راح يبدي 2 4 6 8 10. زين، اذا اريد اطلع الارقام الفرديه ها ابدي منين؟ ابدي من الواحد وازيد 2، لان اذا زيدت 1 1 راح ينزل لي شنو؟ ارقام الزوجيه والفرديه. ها هنا راح اقول له 1 وابقي ستيب 2. من اعطي تنفيذ 1 3 5. ها حلو سامع، راح يطلع لي 1 3 5. ليش؟ الفور يعتمد على اول قيمه. اول قيمه شنو؟ اول قيمه فرديه يزيدها 2، اول قيمه زوجيه يزيدها 2. زين، اذا اجيت انا وقفت التنفيذ مالتي وقطيت هنا ستيب 3، ايش راح يطبع لي هسه؟ ايش راح يطبع؟ ركز ركز، راح يطبع اول قيمه عندي قد 1، بعدين راح يزيد 3، بعدين يزيد 3، ها بعدين يزيد 3. ها وصلت فكره؟ اذا راح اعطي تنفيذ، ايش راح يطبع لي؟ راح يطبع لي 1 4 7 10. اذا انا لازم شو اسوي؟ لازم اعرف اللوب مالتي منين يجي، عمليه الزياده شلون راح تصير. هذا جدا مهم شباب. اوكي، نبذوا لي هذا المثال حتى ناخذ مثال ثاني. حتى انفذ المثال مالتي بالعكس، يعني اطبع من 10 إلى 1 او اطبع من 10 إلى 1 فقط الارقام الزوجيه او الارقام الفرديه، ما عندي اي اشكال. راح اجي اعطي اول قيمه 10 ها واخر قيمه شنو؟ 1. بس هنا ما يصير ستيب 3. اذا قلت له ستيب 1 مثلا واعطي تنفيذ، اعطي تنفيذ، بس خلنا نشوف التنفيذ ايش راح يطلع عندي. انا اعرف ايش راح يطلع بس اريد اشوفكم. اعطي تنفيذ راح يطبع لي 11. ها بهذه الحاله لازم شو اسوي؟ لازم اعطي ستيب ماينس 2 ماينس 1. ها وصلت الفكره؟ اذا هنا ستيب ماينس، تمام حلو زين. تمام، خليني اوقف التنفيذ الا ستوب.